السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنبداو بالصلاة والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكيف العادة ضروري ما غادي نرحب بالمتتبعات والزوار الجداد اللي أول مرة كيكتشفوا القناة، قناة بيتي مع فاطمة الزهراء. كنقول لكم مرحبا بكم في القناة، وكنتمنى أنكم تشاركوا فيها وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد تلقائيا. بالنسبة للفيديو ديال هذا النهار، غادي نشارك معكم المشتريات ديال عيد الفطر إن شاء الله، حويجات ديال الدراري الصغار باش كنفرحوهم. واحد المشتريات حويجات رخاص بزاف، كل شيء يلبس، ماشي ضروري حاجة تكون غالية. وغادي نشارك معكم كذلك واحد التحلية، واحد أولا كيكة باردة بداك نسلي اللي شاط لي من الحلوى ديال العيد، اللي مازال موجودات الحلوى ديال العيد وبغات شي حلوى سهله وبسيطه وفي نفس الوقت لذيذه، ترجع لاخر فيديو في القناه غادي تلقاها. وغادي نبداو على بركه الله بالحويجات ديال الياس. هنايا اول حاجه هاد الشورت، كتشوفوا في اللون، هو ماشي جين، غير اللون ديال الجين، هو التوب ديالو ماشي جين والتوب ديالو زوين بزاف صراحه. هاد الحويجات ماشي انا اللي خديتهم، ما مشيتش ليهم كاع لا نختار ولا حتى شي حاجه. راجلي كان خدام في كازا، كانت عنده شي خدمه في كازا، ومن تما مشى خدا هاد الحويجات، خدا ليا وخدا لولدي من درب سلطان، من بلاصه في كازا سميتها درب سلطان. الناس ديال كازا سعداتهم ديك البلاصه، درب سلطان فيها حويجات رخاص، حيت هاد الشيء خدام غير من الفراشه ماشي من الحانوت. كيكون الثمن رخيص رخيص بزاف. كتشوفوا هاد الشورت زوين، واللون ديالو هاد الازرق كيجي مع كل شيء، وحتى الثوب ديالو زوين بزاف. وما تصوروش الثمن ديال الشورت ب 40 درهم، 800. وثاني حاجه هو هاد البيل، هاد التيشورت اللي باللون بلو مارين احمر، حتى هو التويب ديالو زوين. تصور البنات الثمن ديال هاد التيشورت هذا بشحال؟ الثمن ديالو 30 درهم، الشورت ب 40 درهم وهذا ب 30 درهم، رخيص بزاف. باش قلت لكم كل شيء يلبس، حتى واحد نفرحوا الوليدات في هاد العيد، ماشي ضروري خصنا نمشيو لحاجه غاليه. كتشوفوا راه هاد اللون الازرق ديال الشورت كيجي مع اي لون، هاد اللون ديال الجين كيجي مع اي لون، داكشي باش من الاحسن تشريو هاد اللوين ديال الجين، كيجي زوين للوليدات الصغار. حاجه اخرى، تاني حاجه شريها له هي هاد، حتى هو تيشيرت فهاد اللوين، فيه ثلاث لوينات، الاحمر والبلو مارين والجري، حتى هو بهاد الكول. والتوب ديال هاد البول صراحه احسن من هاد الاول، هذا التوب ديالو حتى الاخر زوين، ويني هذا بارد بزاف. وبالنسبه للثمن ديال هذا 40 درهم، هذا زيد 10 درهم على الاخر، 40 درهم، حتى هو رخيص بزاف. عرفتي فاش قال لي الاثمنه صدمني صراحه، هنايا ما كاينش دوك الاثمنه. حاجه اخرى خدالو هنايا كاسكيطه ديال الرجاء رجاوي. كيف قلت لكم ما كناش عوالين، كنا عوال تيجي صراحه من كازا ونمشيو لتماره المسيره نتقداو من تما الحويجات، شويه رخيص في هذاك الفراشه. اما هنايا الحوانت كيكويو، وفاش جاب هاد الحويجات قال لي لقاهم رخاص وجابهم، حتى انا صراحه الثمن ديالهم عجبني بزاف. وخدا هنايا هاد السميطه هادي غير ب 5 دراهم على حساب هاد الشورت. كتعرفوا الوليدات دابا كلشي ضعيف، خص ضروري السمطه باش مزيره. المهم السميطه حتى هي غير ب 5 دراهم. وواحد الصنداله هي حتى هي زوينه، ماشي الجلد غير عاديه، ولاني زوينه كاين، علاش ياخذ بنادم شي حاجه غاليه؟ حيت عارفين دابا الوليدات الصغار دغيا تبارك الله كيكبروا، رجلاتهم كيكبروا، هما كيكبروا، هاد الحويجات اللي لبسوا هاد العام العام الجاي ما غاديش يلبسوا، فهم يلا كيلبسوا فيهم هاد الشهرين ثلاث شهور ديال الصيف صافي، وعاود خصك الجديد. بالنسبه لهاد الصنداله 30 درهم حتى هي، الله غلا على مسكين. واخر حاجه هما الصوفيطمات ديال صوفيطمات السماطي ديال التحت، جاب له جوج لاكوست، عرفتي التوب ديالهم زوين وكيتجبد ديال القطن، والثمن ديالهم ما عقلتش شحال قال ليا، شحال عادل هاد الصوفيطمات هادو؟ عادل هادو ديال السماطي، هاد البويض العادي سامبل
5 دراهم، ده اللي بيدو 5 ما فيه اللي يضرب. المهم 5 دراهم الوحده كتشوفوا، بجوجهم 10 دراهم. عرفتي الا جينا نحسبوا هادو كاملين هاد الحويجات غادي نحسبوهم ما غنعقش، هادو بجوج 10 دراهم، 5 دراهم الوحده اذا 10 دراهم. هاد السمطه 5 دراهم هي 300، كاسكيطه 300 هي 600، هنايا هذا ب 800 هي 1400. زيد نحسب معكم الحساب ديال الشارفات، 1400 على 600 2000، 2800 ديال هذا 2800، والصندالة ب 600 هي 3400. تصوروا 3400 جابت هاد الحويجات كاملين. وبالنسبة للحوايج ديالي انا، جاب لي واحد البيجاما، انا غادي نوريها لكم. بيجاما زعما سامبل غير ديال الدار عادية، ولكني زوينة وصراحة الكادو كيف ما كان كيفرح، واخا يكون بسيط المهم كيفرح. كنقول ليه شكرا. غرمت بهذا السروال، نوريكم هذا السروال هو الاول. جاي السروال ديالها سامبل، جاي بحال شي كولون ابنيشان، جاي سامبل في هذا اللون، هذا اللون شيبي بحال شويه بيكا. والفوقاني ديالها شديت انا بالمقلوب، جايه كاسميطات وجايه طويله تل تحت الركبه، والثوب وجايه كلوش بعدا واسعه، والثوب ديالها بارد. عرفتي عجبني الثوب ديالها بزاف، عرفتي الثوب ديالها واعر 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 بارد، عرفتي فات الصيف ولا بقى نصبنها ونعاود نلبسها كون جبتي ليا بعدا جوج. عجبني الثوب ديالها بزاف بارد، بارد بزاف. وشكون اللي عجبني كثر حيت طويله، قلت الله هذه تصلح ليا بعدا غير التصوير، غادي ناخد فيها راحتي. حاجه وحده نسيتي هو البوتي اللي غادي نلبس تحت البيجامه هذه، واني غادي ناخذ ليها في، غادي ناخذ لها في هاد اللوينات اللي فيها، اما غناخذو في هاد الابيض او لا في هاد الشويبي، غناخذو مهم في لون واحد من هادو. حيت صراحة أنا البيجامات اللي عندي الأغلبية ديالهم كلشي قصير، كنبقى واحلة شنو غادي نلبس في التصوير، حيت كلشي الأغلبية تقريبا عندي قصير. وهادي عجباتني، زوينة باردة ديال الصيف، وفي نفس الوقت التصوير زوينة طويلة ومستورة. هادي الثمن ديالها 80 درهم، 1600، عرفتي رخيصة رخيصة بزاف. وصراحة راجلي فاش كيجيب لنا شي حاجة د الحوايج أو لا الصبابط ولا فين إلا مشا شي مدينة هكا، سبحان الله كيجي في القياس ديالنا هو هذا، كتجي بحال كنا معاه كنقيسو. وحاجة أخرى خداها هي هاد الصندالة، هادي صندالة في الكحل وسامبل زوينة في الكحل، فيها غير ديك التويشية هكا في الجنب، أنا أصلا كتعجبني الحاجة سامبل. هادي ب 840 درهم، فهي رخيصه بزاف وزوينه هكا مع عجلي لي با ولا الصيف كيبغي هاد الصندالات هادو ولا الصابوي هادو شنو هما. صافي هادو ملي جاب لي انا هما هادو، الله يجعل البركه. كي كتشوفوا تكسينا حويجات العيد الحمد لله، ما بقيناش بلاش و حتى واحد ما غادي يبقى بلاش، حيت كلشي رخيص وكلشي زوين. بنادم ماشي ضروري خصو يتعلق فين يتفلق، غير باللي كان مهم العيد راه دايز. ودابا غادي نمشيو للكوزينه باش غادي نوجدوا الكيكه اللي قلت لكم. وبالنسبه لهاد الكيكه هذه ما غنحتاج فيها لا بيض لا والو، حيت اصلا ما كطيش الفران. غنحتاج فيها جوج باكيات ديال هاد البسكويت داير، بسكوي ماريا، وغادي نحتاج كذلك نسلي. هذا هو نسلي اللي شاط ليا من الحلوه اللي صايبت معكم ديال العيد، حيت شفتو ما احتاجيتش منها بزاف، يلا لصقت بها داك الكاطو وداك الشيء اللي بقى درتو في هذه البواطه وخبعته في الثلاجه. واليوم راني غادي نصايب به الكيكه. اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد البسكوي، غادي نقسمو وغادي نطحنو مزيان في هاد الطحانه هذه. ولدي غير كيسمع لي كنطحن، غير كيسمع مولينيكس خدامه كيجي كيجري. اي حاجه كنطحنها يا عصير يا اللي كان خصو هو اللي يطحن، راه غير سمعني بديت كنطحن هو يجي قالك انا اللي نبرك، قلت له يلا برك واحد البركه وسير راني كنصور. صافي المهم غادي نكمل هاد الكميه هادي كامله بنفس الطريقه.
غادي نجمع هاد البسكوي بنسلي، وغادي نخلي واحد المعلقه صغيره، غير معلقه صغيره هكا، ما غادي نزيدهاش، غنخليها حتى للتالي باش غادي نزين بها الكيكه. صافي، وغادي نجمع هاد المكونات هادو حتى يتجانسوا مزيان. غادي نخدم بيدي حسن، معلقه ما كتقنعنيش. وبالنسبه للخليط الا جمعتوه شفتوه مازال قاصح، زيدوا ليه شي 3 حتى 4 معالق ديال الحليب على حسب عينك ميزانك. وغنجيب هذا المول ديال الكيكه اللي كيتحل من الجنب، وغنبسط فيه هذه العجينه ديال البسكوي ونسلي اللي وجدت. غنبسطها بيدي مزيان. بالنسبه لهذه العجينه هذه انا راه ما زدت فيها لا حليب لا والو، راه جاتني هي هذيك. من بعد ما طلقتها مزيان بيدي، غادي نعاود نقادها بهذه المعلقه، نزيد نقاد لها هذا الجناب ونملسها مزيان باش تجي مقاده. صافي، وغادي نخليها على جنب. وغنوجد دابا الطبقه الثانيه، غادي نحتاج فيها يطرو ديال الحليب، 3 معالق د مايزينا او نشا، معلقه كبيره د الكاكاو المر، معلقه صغيره د نسكافي قهوه سريعه الذوبان، صاشيه ديال الفاني، 10 قطع ديال الشوكولاط هذا الكحل، و3 معالق كبار ديال سنيده. صافي، في الحليب غادي ندير 3 معالق د مايزينا، خصهم يكونوا عامرين مزيان، الشور عمرتهم مزيان، معلقه كبيره ديال الكاكاو، الفاني، 3 معالق كبار سنيدة، ومعلقة صغيرة ديال نسكافي أو أي قهوة عندكم، المهم غي تكون سريعة الذوبان. والشوكولاط غادي نخليه حتى من بعد ماشي دابا. صافي، وغادي نحرك هاد العناصر كاملة بالخلاط اليدوي، وغادي نشعل عليها العافية حتى تعقد هاد الكريم. كنستمر بالتحراك، ما كنوقفش حتى كيعقد هذا الخليط وكيولي كريمي. صافي، دابا من بعد ما عقد خصو يجي بحال هذا القوام، كيكون خاتر، وغادي نطفي عليه دابا البوط، وغادي نزيد عليه دابا مباشره هذا الشوكولاط اللي خليت، وغادي نبقى نحرك حتى يذوب داك الشوكولاط مزيان. صافي، دابا راه دابا هذا الشوكولاط غادي نخويه فوق كيكه سخونه، حرقتني. صافي، وغادي ندخلو دابا للثلاجه هاد الكيكه، غنخليها غير تدفى شويه هنا فوق البوطاجي، وغادي ندخلها للثلاجه لمده 3 حتى 4 السوايع. المهم خصها تبرد مزيان وتشد راسها، يشد راسها هاد الكريم، وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفو التزيين النهائي. من بعد ما بردات كيكه وشدات راسها مزيان، صافي خرجتها من الثلاجه، غادي نحيد ليها هذا، وغادي نديرها في شي طبسيل هكا ديال التقديم باش غادي نزينها. وتزيين كيبقى اختياري، انا غادي نزينها بهاد المعلقه د النسلي اللي خليت، وهاد الشوكولاط، وواحد بيمو ديال السيجار غير هذا ديال درهم. صافي، غندير هاد النسلي في واحد البلاستيكه، غادي نخوي هاد المعلقه ديال النسلي في هاد البلاستيكه باش غادي ندير به خطوط. وصافي، وغادي نجمعها. صافي، وغادي نقطعها من هاد القنيته بالمقص، غير واحد التقطيعه صغيره منين يخرج النسلي، وغادي نبدا نزوق بها. زوقوا كيف بغيتو، غندير بها خطوط عشوائيه وصافي. ويقبلوا البنات على الدريساج ديالي، راه ما عنديش مع الزواق بزاف. المهم نتوما تفننوا كيف بغيتو. وغادي نكمل هاد الخطوط العشوائيه. قولي لي فاطمه الزهراء شاد الخريطه. المهم هو المذاق، البنه راه كاينه، الزواق كيبقى غير من برا، نتوما قلت لكم تفننوا. صافي، وغادي نشد الموس وغادي نديه بالعكس، غير ما نبركش بزاف، صافي باش تجي ديك الزواقه زعما. وصافي. ونزيد هاد الشكلاط، غادي نستفو، ندير وحده بيضه وحده كحله. صافي، تنكمل، وفي الاخير نزيد هاد السيجار باش يجي الشكل ديالها زوين. بالنسبه لهاد الكيكه اولا تحليه، يمكن لكم توجدوها على حساب السحور اولا على حساب صبيحات عيد الفطر، تزيدوها في الطبله ديال الفطور، راه كتجي زوينه وبارده خصوصا مع هاد الصاد هذا. وقطعت لكم هنايا واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل.
شوف البنات الشكل ديالك كيفاش كتجي، راه كتجي لذيذة لذيذة وبنينة بزاف. ديك الكريمة ديال الشوكولاط مع المذاق ديال البسكوي ونسلي عرفتي كيعطيها واحد المذاق رائع، غير جربوها وخصها تكال باردة. هنا هي الغزالة ديالي كيسالي الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى انه يعجبكم، وما تنساوش انني احبكم في الله، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.